الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا الورد خصيصا للأعداء، ولكن أنا أنصحكم به، الذي بإذن الله لم تتغير حياته وعنده مشاكل في حياته، العكوسات في الرزق والقبول والسحر. إخوتي، التزم بهذا الورد. إذا كنت قمت بأذكار أخرى ورأيت النتائج واختفت عليك النتائج وبدأت عندك العكوسات أو عندك إحباط، أو عليك بهذا الود. هو اختصاصي بالأعداء، ولكن فيه أسرار عدة، من الرزق والقبول والهبة والرفعة والتغلب على الأعداء وغفران الذنوب وتيسير الأمور وقضاء الدين وجلب الرزق وإيجاد العمل وتحقيق الأمنيات. ولكن التزم به يوميا وأقل مدة 40 يوم. أنا أنصحك أن تستمر عليه لمدة سنة أو سنتين. اكتب هذا الورد، من الأحسن أن تكتبه في دفترك لا تنسوه، وقوم به أو اكتبه. وإذا كان عندك ورد آخر أو برنامج آخر، لما تنتهي اتبع هذا الورد بإذن الله. إن شاء الله، أنا متأكد إن شاء الله، إذا أراد الله سترى فيه نتائج خيالية في حياتكم. في جلسة واحدة في الصباح وفي الليل، وأنا أنصح به في الليل، ولكن إذا كنت عندك فراغ في الصباح وفي النهار تقوم به. في جلسة واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم 1000، أعيد، بسم الله الرحمن الرحيم 1000، الحمد لله 1000، لا إله إلا الله 1000، الصلاة على النبي بأي صيغة شئت 1000، مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو اللهم صل على محمد وسلم عليه مثلا. إذا لم تريد أن تقوم بصيغة أكبر، تقوم بهذه الصيغة يعني 1000 مرة، اللهم صل على محمد وسلم عليه مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم 1000، الحمد لله 1000، لا إله إلا الله 1000، الصلاة على النبي 1000. إذا اتبعت هذا الورد يوميا بإذن الله تتغير حياتك، وهو ينصح به للأعداء. يعني كان كثرة الأعداء والمشاكل الإدارية والمشاكل مع الزوج ومشاكل مع الزوجة ومشاكل مع الناس، ينصح بأن تقوم به. ولكن بإذن الله خصائصه عدة: الرزق، القبول، الهبة، قضاء الدين، جلب الرزق، تحقيق الأمنيات، في عديد من الأشياء، ولكن أقل مدة 40 يوم. ستبدأ بإذن الله في ظرف 10 أيام، إذا قمت به بنفس الطريقة التي قلت، في ظرف 10 أيام ستبدأ ترى بعض النتائج في حياتك، التغيرات، الشفاء، فيه عديد، كل شيء تريد موجود في هذا الورد إن شاء الله. تتبعه يوميا: بسم الله الرحمن الرحيم 1000، الحمد لله 1000، لا إله إلا الله 1000، الصلاة على النبي 1000، تحقيق الأمنيات وتغيير حياتك إن شاء الله. تقوم به وأقل مدة 40 يوم، وأنا أنصح به أن تقوم به سنة أو سنتين، وأنت تفعل هذا الود، واكتبه في الدفتر كي لا تنسوه. هذا كل شيء، وأتمنى الخير، وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.